مع وصول جماعة الإخوان لحكم مصر عام 2012، أصدر محمد مرسي عفواً على مجموعة من السجناء، كان بينهم أحد قتلة فودة وهو أحمد أبو العلا عبد ربه، بعد أن قضى في السجن 20 عاماً. وبعد إزاحة جماعة الإخوان عن الحكم في مصر عام 2013، عاد عبد ربه مرة أخرى للعمل المسلح. ومع ظهور تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ظهر أبو العلا كأحد قادة التنظيمات الإرهابية في سوريا. أقسم بالله، هذه المعركة من أقدس المعارك على أرض سوريا. وفي عام 2017، لقي أبو العلا مصرعه وهو يهرب من قذائف التحالف الدولي في سوريا.